Today's lesson will be about symbolism in Wuthering Heights. I will discuss some major symbols in the novel. راح أشرح رموز مهمة في الرواية الأولى اللي أخذناها اللي اسمها Wuthering Heights, written by Emily Bronte. طبعا شرحنا المختصر وشرحنا الكاركترز, and I will explain themes later on, but now we will study what's the meaning of symbolism and what is the symbols in the novel. طبعا symbolism هو نوع من أنواع الأساليب البلاغية. It's a figure of speech, وهو نرمز لشيء بشيء ثاني, نرمز لشيء بشيء ثاني, يعني فد situation أو فد مكان بالرواية أو فد يعني object معين بالرواية يرمز لمعنى, ينطي معنى ثاني. Okay, so بالتايتل مع الرواية اللي هو Wuthering Heights, احنا قلنا هذا التايتل هو Wuthering Heights, ان Wuthering جاية من الوذر, من الوذر the stormy weather, الجو العاصف, Heights اللي هي مرتفعات, مرتفعات مثل يعني تلال او جبال, بس في الحالة هنا تلال بالرواية. دائما تكون يكون الجو بالتلال, يعني بالمناطق العالية يكون عاصف ممطر وغير ثابت. اوكي, سو ينطي هذا العنوان مع الرواية يرمز للتقلبات اللي تصير بالرواية, يعني العنوان ينطي معنى ليش يصير الحدث بالرواية, الأحداث مالتها, الحبكة مالتها تكون متقلبة وأحداثها وشخصياتها غير ثابتة, غير مستقرة. The first symbol is the Moors. الرواية السيتنج مالتها المكان مالتها صاير the Moors. The Moors معناته هنا هو من ترجموها يطلع لكم مستنقع, بس هنا لا. It's an open field, an open landscape. يعني مكان مفتوح, هذا المكان it's consisted of hills, trees, مكان مفتوح, الهضمة مفتوحة, متكونة من تلال يعني هم بيها مستنقعات, اوكي, وزرع واشجار, منطقة برية, منطقة غير مسكونة من البشر, وبهالحالة احنا نسميها مدينة أو تاون صغيرة صايرة على ضواحي, على ضواحي المدينة اللي هي صايرة بيوركشير, اللي أميلي برونتي الكاتبة نقلتها من حياتها الشخصية, نقلتها في الرواية, يعني جابتها من حياتها الشخصية نقلتها بالرواية, هي كانت عايشة ذاك المكان. So the moors are or a landscape that based on the moors. Okay, Wuthering Heights have symbolic importance. Symbolic importance, هاي هنا معناتها الرواية. A landscape that is based on moors. Landscape اللي هو المكان أو هضمة مفتوحة. Based on moors. The moors symbolize the wild side of nature. The wild side of nature. هي تمثل الوجه البري للطبيعة, الوجه البري للطبيعة. شنو وجه البري للطبيعة؟ لأن أكو طبيعة هادئة, أكو طبيعة متقلبة. أوكي, سو من نقول بري معناته غير مستقر وغير ملموس من البشر. أوكي, غير ملموس من البشر. سو the more symbolize the wild side of nature, يعني مثل ما تشوفون بالصورة ماكو human beings, ماكو هنا بهاي الصورة ماكو حياة من البشر,
يعني ماكو بنايات، ماكو ناس، هي عبارة عن مكان مفتوح غير مسكون من البشر، قد يكون ببشر بس قليلين، يعني مثل الرواية ساكنين بيها بس يعني على أماكن. شلون هسه احنا عندنا بالمحافظات يعني يصير السكن، يعني مثل عندهم مزارع وحدائق واسعة، فيكونون الجيران متباعدين يعني المسافة. Okay. As the settings for the beginnings of Catherine and Heathcliff's bond, which means their love is wild. زين هنا دي يشبه الطبيعة البرية بعلاقة كاثرين and Heathcliff. علاقتهم هي wild. Wild. Their love is wild. شنو يعني حبهم بري؟ شنو معناتها بري؟ لا هنا معناتها بري، هنا معناتها جامح، جامح. Okay, it's also not tamed. غير متحكمين بالحب مالتهم، ما تحكموا بيه، ما حافظوا عليه. Okay, so their love is wild. تربوا هم بالبرية وكبروا وحبهم كان جامح، لأنه يعني ما استمروا بعدين. The second symbol، الرمز الثاني اللي هو the supernatural، الأحداث الخارقة للطبيعة، which means بهاي الحالة we're talking about ghosts، الأشباح. أشباح موجودة بالرواية ذكرت عدة مرات، أولهم درسناه سوية بداية الفصل الأول، أولهم صار يعني بداية الشابترات، شابتر 3، من لوكوود ينام بغرفة كاثرين وبعدين يحلم بيها أو يشوفها تحكي وياه، تلزم إيده من الشباك. Okay, so ghosts appear throughout Wuthering Heights as they do in most other works of Gothic fiction. So the ghost هو رمز. Okay, بس هو أيضا عنصر من عناصر الغوثيك فيكشن. احنا درسنا الغوثيك، ذكرناه اعتقد الاسبوع الماضي، ذكرنا الالمنتس مالته وشنو يعني. سو وحده من عندهن السوبر ناتشرال، الغوستس، هي مجرد عنصر من عناصر الغوثيك نوفل. اوكي، هاويفر ذير اكزيستنس از ميستيريس، الوجود مالتهم او الاصل مالتهم، الاوريجن مالتهم غير معروف، يعني احنا ما نعرف الاشباح منين تطلع ومنين تجي، قد يكون حلم، قد يكون صدق شباح، we don't know، ما نعرف. So right, it could be a real or a hallucination، ممكن يكون حقيقي واقعي او هلوسه، هلوسه من منو؟ من الشخصيه نفسها. Okay, in chapter 3 Catherine's ghost appears to Lockwood، تظهر شيء، يظهر شبح أو تظهر روح كاثرين ويشوفها لوكوود. It can be explained as a nightmare، ممكن يكون كابوس أو ممكن يكون صدق شافها بعينه. Okay, whether real or not، إذا كان حقيقي أو لا، they symbolize the conflict of the past and the present. So شنو هاي الغوست ترمز؟ ترمز إلى الصراع بين الماضي والصراع بين الحاضر، بين الماضي والحاضر، معناتها اكو فد ميموري، اكو فد ذكرى معينه لهذا الشخص حتى يطلع. اوكي، مو الشخص وانما الشبح، ذكرى معينه لهذا الشبح حتى ده يظهر بالروايه، معناتها اكو قصه غير مذكوره بعد من تطلع جوست مال كاثرين بالبدايه، معناتها يبين للقارئ انه اكو هاي الجوست، ظهور هذا الجوست بيفد معنى، بيفد معنى لازم نفتهمه. لهالسبب لوكوود بدا يصير يعني فضولي ويريد يعرف القصة شن هي. اوكي، so they symbolize the conflict between the past and the present. وبالنسبة لهيثكليف بعده يحب هالكاثرين، هي الباست مالته،
هي عبارة عن الم